تحت راية الثورة ومنذ حوالي عام ملأ اللبنانيون الطرقات وجابوا الشوارع بزخم لم ينقطع على مدى أشهر. في حينها كانت مطالب الشعب تتمثل بشعار كلٌ يعني كلٌ واستعادة الأموال المنهوبة واستقلالية القضاء وبإجراء انتخابات نيابية تقود نحو إعادة تشكيل السلطات. فالمطالب كانت ستؤدي حتماً إلى محاسبة الفاسدين، لكن اليوم المشهد مختلف، فما الذي تغير؟ لنعود إلى دراسة أعدتها لجنة الأمم المتحدة إسكوا عن تضاعف نسبة الفقراء من سكان لبنان لتصل إلى 55%، وإلى استطلاع للدولية للمعلومات يشير إلى وصول البطالة لنسبة 65%. فهل نحن أمام ثورة جياع؟ الجواب تبعا للأرقام المذكورة في الدراسات تبشر في ذلك، لكن الواقع مختلف. فنسبة جرائم القتل ارتفعت إلى 45% وجرائم السرقة إلى 144%. هذه الأرقام ترافقت مع ارتفاعات إضافية في أسعار السلع الغذائية وتناتج المواطنين لآخر السلع المدعومة في المحال التجارية، ما يعني ثورة الجياع لن تحدث، بل سيتناهش الجياع بعضهم البعض. ولكن السؤال الأخير والأهم يبقى، كيف نجحت السلطة في تحويل مسار الثورة من محاسبة السياسيين إلى الاشتباك المذهبي والطبقي بين المواطنين؟ أولاً خبأت فشلها في ملف الدعم إلى عنوان جشع التجار، وكأن ضبط التجار ليس من مسؤوليتها. ثانياً خبأت فشلها في إدارة الأزمة المالية خلف وعود شعبوية مضللة مثل فك أسر الودائع وتحرير الأموال المحجوزة، وكأن أموال المودعين موجودة أساساً ولم يتم تحويلها إلى الخارج أو هدرها على مدى عقود من الفساد. ثالثاً أبدعت في التخويف من حرب أهلية ومجاعة، وكأن قرار الحرب ومسؤولية الأمن الغذائي ليست في يد المنظومة نفسها. في الخلاصة، نحن أمام جريمة مركبة تتطلب إعادة تصويب البوصلة، فالتغيير حتماً سياسي.